اللي قتلوه وسرقوه، القتل والسرقة والسرقة الموصوفة. راه شلخوه مسكين، ماشي عقتل عادي. هالإجراءات اللي درت في حق هذا المشتبه فيه الأول دائما تتكون الحفظ، علاش ما نعرف. هاد الشخص هذا دائما تنقوله تم التعتيم عليه وتم التستر عليه بجميع الطرق. عليكم اليوم كانت الجلسة ديال ولدي الله يرحمه مسكين، حتى هي تأجلت حتى 4/6. باقيين حنا في الإجراءات، باقيين في هذا الملف ما جاهزش. اليوم جات واحد الملتمس ديال محتوى المعدة والدم، جات باقيين ما طلعناش عليها. التمس الدفاع ديالنا التمس مهلة بأن باش نطلعوا عليها. هذا الشيء اللي كاين وباقي في الإجراءات. بخصوص إجراءات البحث الميداني، أن المحامية قالت ربما كانت تشوبها شي فساد، شنو بالضبط اللي كان في الميداني؟ من بين الإخلالات اللي كانت هاد الإجراءات في حق المشتبه فيه الأول اللي هو الأخ ديال القاصر، اللي ما كانش واحد البحث جدي بأنه هذا، رغم أنه المشتبه فيه الأول اللي توصلت له الشرطة نهار 6. هاد الشخص هذا دائما تنقوله تم التعتيم عليه وتم التستر عليه بجميع الطرق. راني دايره شكايه في حقه، للاسف دابا اليوم ممثل النيابه العامه غي فاجئنا بان الشكايه تحفظت بدعوى انه ما كاينش هذا السيد، ما تلقاوش، تيمشيو البوليس يقلبوا عليه وما تيلقاوش. يعني بالنسبه للمحامي ديالو شنو كيقولوا؟ انه خارج الوطن، انه حرق، انه ما كاينش هنا، حارق خارج ارض الوطن. وتا النيابه العامه قررت انها توقف الاجراءات في حقه، عينا نقلبوا عليه وما كاينش هذا السيد. ما فوقاش كنتو نزلتوا الشكايه في حقه؟ شحال هادي. من بعد فاش بدات هذه الجلسه؟ فاش بداو الجلسات شكايه مستقله حتى هي غتحفظ من طرف هذا. علاش هذا السيد لم نهتدي اليه؟ ما تيلقاوهش. واش عندكم شي معطيات انه كان في المنزل ديال راه مشتبه فيه الاول؟ راه مشتبه فيه الاول، راه البوليس اللي توصل له، راه ماشي انايا، راه الابحاث الاوليه والتحريات الاوليه تم التوصل الى المشتبه فيه الاول بالهويه ديالو بكل شيء، وتم عرض واحد الصوره على الشاهد الاصلي اللي شاف مع المرحوم واحد السيد وقت الجريمه، وقال هذا السيد تيشبه له في العينين. الصوره يعني ديال هذا اللي هارب دابا. يعني كتظن ان ربما شي اطراف من النيابه العامه او الشرطه كتحاول انها انا ما تنتهمش حد، عاد تنقول بان هالاجراءات اللي درت في حق هذا المشتبه فيه الاول دائما تتكون الحفظ، علاش ما نعرف. هذا السيد ما تيلقاوهش البوليس. التحريات كامله في الاخر تتوقف ضده. ثم دابا شنو المستقبل ديال الملف؟ واش باقي عندكم تفاؤل ربما؟ طبعا انا عندي امل كبير في الهيئه الموقره اننا غتنصفنا وغتستجب لهاد الدفوعات ديالنا ان شاء الله، لان فيها الحقيقه. دائما تنقولها هاد الدفوعات الشكليه هي اللي فيها الحقيقه، وفيها الاطراف المشاركه كامله في الجريمه ديال ولدي اللي قتلوه وسرقوه، القتل والسرقه والسرقه الموصوفه. راه شلخوه مسكين، ماشي عقتل عادي. شكرا على التواصل. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.